لصالح نادي الترجي. وسط الفوفوزيلا امامنا هنا بتغطي بصوتها العالي العالي العالي، واقف امامنا هنا خليل شمام كرات الثابته يعني اللي شاف الترجي، يعني لو شفنا الترجي يعني مليون مره هنقول دي كره خطره. ادي امامنا هنا الكره العاليه، وادي امامنا هنا وليد الهشري اللي حول هذه الكره الراسيه في مرمى شريف اكرامي في حراسه دفاع النادي الاهلي، وفي كره اعتقد تكون في المقام الاول لشريف اكرامي المسؤوليه عن هذه الكره. امامنا اهو، شوف شريف، شوف شريف ما طلعش من مكانه.